اسمعوا حسن، شو بدي يحكي؟ اسمعوا، احنا بالنسبه للقهوه، القهوه العربيه طبعا اذا بيجي عندك تعمل ايش؟ حلوه، فنجان قهوه. اقول لك الحلوه للسته والساده، الساده للسادات، والحلوه للحلوات. ولكن كم فنجان قهوه نعرف باللغه العربيه؟ احنا عندنا العرب لما نضيف ثلاثه هن خمس. اسمعوا، ان خمسه. اول فنجان لما المعزب يعمل فنجان قهوه يسموه فنجان الايش؟ الضيف. فنجان الهيف. الهيف اللي يشربه المعزب عشان يفهم الضيف انه قهوتي مشروبه ما فيها شيء. والفنجان الاول الذي يقدم للضيف، والفنجان الثاني هو فنجان الضيف، والفنجان الثالث فنجان الكيف، والفنجان الرابع السيف. فنجان السيف. اذا انت ايش؟ بحمايتي. والفنجان الخامس اللي عادة ما بنتحدث عنه احنا وما بنشرب، فنجان الفارس. فنجان الفارس هذا الفنجان اللي لما يجي عندك دخيل ويقول لك انا بحمايتك، فانت ترفع الفنجان وتقول يا جماعة هذا فنجان فلان اللي بده حد من فلان مين يشربه. وعندنا احنا البدو اللي يشرب هذا الفنجان كان اليوم للأسف الشديد راحت، اللي يشرب فنجان الفارس يطلع من البلد ليجيب حقه يرجع للبلد، ممنوع ينام بيته. يا قاضي، هذه قصة يا قاضي يا قاضي. طيب حسن، اللي بروحوا بيحكوا بعروس وبيشربوش القهوة، هذا عدد صارت عليك التقاليد. تدخل على البيت وحط على انك بدك طلب، بتحط الفنجان قهوة، يقول لك اشرب قهوة، تقول له عندي طلب، يقول لك ان شاء الله جاك، لما تشرب القهوة بعدين. ولكن كمان امر، كمان امر جدا مهم يا جماعة، شوفوا الاشياء بميزاتها. يقولوا كل ما شملت كل ما هملت كل ما شملت كل ما ثقلت القهوة، وكل ما جبلت كل ما خفت القهوة. هاي حقيقة، كل ما رحت للجنوب القهوة تصير شجرة خفيفة، وكل ما رحت للشمال احنا نقول كمان كل ما شملت كل ما حلوت النساء، وكل ما جبلت انا ما دخل. والله لك مش قليل يا حسن.